ويا هلا، اتمنى لكم يوم جميل. لو فاكرين قماش التوتي باج اللي جبناه السنة اللي فاتت وقعدنا نتكلم عليه كتير جدا، وكتير منكم كان متحمس وعايز يعرف انا هعمل ايه بالقماش ده تحديدا. طبعا عملت منه مجموعة شنط حلوة قوي ومختلفة، افكارها غير. ولسه بصراحة برضو عندي القطعة البيضاء لسه ما عملتش فيها اي حاجة، ولكن هعمل فيها برضو فكرة مختلفة تماما. ده قماش التوتي باج الاورنج، وهعمله شنطة سفر تكون ضخمة، توتي باج بس سفر، شكلها شيك قوي. وهستخدم حاجة معاها إعادة تدوير، هي الشنطة دي. انا عارفة ان انتوا هتقولولي ان انا بهدر وببهدل وحرام وشنطة جميلة، ولكن استنوا للاخر. الشنطة فيها عيوب، اولا هي سكاي، وزي ما انتوا شايفين الشنطة كده يعني رايحة في 60 داهية فعليا اهو، تمام، بتقشر بسهولة رهيبة يعني متدمرة. اوكي، البطانة بتاعتها طبعا تحفة، يعني لازم نبص لحاجة، مش ان احنا خلاص هنرميها، لا، نبص حاجة هنستخدم منها ايه وهنعمل فيها ايه. والوش ده بما انه حلو فهعيد تدويره كشنطة لوحده. الاجزاء دي هاخدها لو نفع. القواعد انا خدت منها بالفعل 2، هوريكم ازاي باخدها. وكمان فيها سوستة، وفيها سوستة داخلية، وفيها كمان الحلقة الجانبية القمر دي. كل ده هاخده واستخدمه في الباج بتاعتي. انت عارفوا ازاي بقص القواعد دي، هو بس بدخل المقص لان هي كرتون، فاهمين، فمفيش اي صعوبة ان انا اشد كده، هو دخل بوز المقص واشد كده، وهتلاقوا الموضوع سهل والقواعد نفسها طلعت. طبعا طلع معاها الكرتون نفسه، بس ده مش مشكلة، رهيبة اهو، وشكلها حلو جدا وكيوت قوي. بصوا اللون النحاسي مع الشنطة نفسها تحفة، فليه لا. طبعا انا خدت منها 2 من قبل. الشنطة كمان ليها حزام داخلي، وفيها برضو جنش وحلقات وتفاصيل جميلة، كل ده هستخدمه. هاخد كمان دي، طبعا مش مضطرة اكون يعني حريصة جدا على موضوع الجلدة لان الجلدة نفسها بايظة. نيجي للقطعة دي مش متأكدة بصراحة. فيها برضو اهي، طبعا برضو معمولة بجنش، ودي ميزة حلوة قوي، الجنش التاني مقطوم، فهشد بالراحة المرة الجاية. واحدة جنش وواحدة متكبسنة، تمام، هنشوف لها حل في الشغل بتاعنا. في كمان القطعة دي، ودي كانت الاكسسوارات الخاصة بالشنطة المعادة اللي انا هستخدمها. فانا هاخد منها الحاجات دي، وطبعا هجيب سوستة بيج، اوكي، او هاخد السوستة اللي فيها لسه مش متأكدة برضو. ودي كل الاكسسوارات الخاصة بالشنطة. يلا بقى اوريكم الشنطة دي ايه المقاسات اللي انا استخدمتها فيها. اول حاجة هنحتاج متر من قماش الدك، ومتر من فازلين القماش اللي هو بيتكوي عليها، تمام. متر قماش الدك، ركزوا معايا عشان دي المقاسات اللي انا اعتمدتها في كل الشنطة. اول حاجة القماش نفسه استخدمت منه قد ايه كقماش. اولا خدت قطعة شريحة كده طولية بالمقاس، المقاس بتاعي كان 52 سنتي عرض في 85 سنتي طول. دي قطعة كده لوحدها مفيش اي حاجة فيها، هي قطعة مستطيلة هتاخديها على طول من القماشة نفسها وبس، خلاص مفيش اي حاجة. طبعا هنكوي في ظهرها الفازلين القماش اللي انا قلت لكم عليه اللي هو ده، تمام، زي ما انتم شايفين شكله، وهو بيبقى ليه جنب لامع وجنب مطفي،
الجنب اللامع بيتحط على ظهر القماشه وبيتكوي. طبعا انا عشان القماشه لسه انا يعني شغاله فيها وبهري، فروحت مخيطاها من الاربع جوانب بعد ما حطيت الفازلين، ولكن بخيط بلون الشنطه فهو مش باين من بره. دي اول قطعه معانا. تاني قطعه يا حضرات هي السيرف اللي هيركب في الشنطه نفسها، اللي هو ده هركب فيه سوسته وهيكون منظر خارجي للشنطه. مقاسه ايه؟ مقاسه برضو قطعه مستطيله بمقاس 20 سنتي عرض وال 52 سنتي طول. ده برضو حاجة عملت منها شريحتين، والشريحتين برضو كويت فيهم قماش الفازلين زي ما انتوا شايفين اهو، اوكي. ورحت بعدين تنياها كده وهحط فيها الدبابيس، تمام. ودي عملت منها شريحتين، ركزوا في المقاسات وزي ما انتوا شايفين. طبعا بالماشين ابتديت ان انا ادوس عليها كده من السيرف، مش من اللي هو المفتوح، لا من التاني اهو، يعني حتى الكلون غامق شويه عشان يبقى باين. وهعمل نفس النظام في دي معاكم على المكنه دلوقتي. طبعا تقدروا كل ده تخيطوه على الايد، وانا وريتكم يعني سنين طويله ازاي، تمام. بعدين شريحه طويله بمقاس 84 سنتي طول و 6 سنتي عرض، ابتديت ان انا احط الحبل ده في النص واخيط عليه كده على الضيق خالص 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 كده، اوكي. وبعدين خيط تاني عشان طبعا التنسيل بتاع الدق بيكون عالي قوي. ودي هتكون سيرف هيركب في جوانب الشنطه زي العظمه كده، فهيدي لها منظر شيك قوي، وهتشوفوا هنعمل ده ازاي. طبعا عملت منها اتنين جوانب الشنطة يمين وشمال، تمام، هنا وهنا، احفظوا المقاسات كويس قوي. ودراعات الشنطة قررت ان هي تكون منها فيها، طبعا لان الدراعات دي شوية محترقة وشكلها مش حلو فانا مش هستخدمها. بتاعت الشنطة اللي هي الريسايكل ديت، فعملت دراعات للشنطة. دراعات الشنطة قطعت شريط بطول 84 سنتي وعرض 12 سنتي، ومسكته قفلته على بعض وقلبته، وحطيت في السيرف يمين، دخلت الحبل اللي انتوا شايفينه ده حبل غسيل على فكرة، مش خيط قطان ولا اي حاجة، حبل غسيل عادي بس ناشف شوية زي ما انتوا شايفين، مش بيتني حتى بسهولة. هو ده اللي انا استخدمته. حطيت واحدة على اليمين واحدة على الشمال، وكل واحدة طبعا بخيطها لحد ايه ما يكون على الحافة خالص. فبقى معايا الحزام القمر اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا مش هخفي عنكم الطريقة، لا خالص، انا معايا الحبل التاني، هو نفس الحبل، خيطته بس وقلبته على الوش، وهوريكم ازاي على المكنة بعمل الموضوع دوت كامل، اوكي. طيب القواعد بتاعة الشنطة والجوانب، طبعا هتركب فين القواعد؟ القواعد هتركب في شريحة لوحدها. ايه الشريحة لوحدها؟ شريحة بعرض 20 سنتي هتتحط في القاعدة بتاعة الشنطة وتتخيط دلوقتي فوقيها، وعرض وطول 52 سنتي اللي هي اهي، تمام. ولكن طبعا انا القماش معايا ما كفاش، لان انا كنت واخدة التوتي باك قطعة صغيرة فأثرت معايا، فهي هتبقى شريحتين وهتبقى موصولة ومش هتبان خالص، وهتشوفوا برضو ازاي هنعملها على الماكينة. لو انتوا بتخيطوا على ايديكم مفيش اي عقبة، التوتي باك دي عملتها على الايد، شنط الهدايا اللي انتوا شايفينها دي عملتها على الايد، وحاجات ياما عملتها على الايد، وفعليا عمره ما نقص من شغلي، بالعكس ده زود وخلى قيمة القطعة على الضعف، لان دايما الشغل بالايد بيكون اغلى بكتير من شغل الماكينات. ولكن انا حابه انجز لان عندي كميه اقمشه وحاجات كتير جدا وعايزه اخلص منها، تمام. فدي القاعده، وزي ما قلت لكم طولها 55 او 52 سنتي بالظبط، وعرض 20 سنتي، ودي هتتحط كقاعده، وهيتحط فيها القواعد اللي انا وريتها لكم من شويه، هتركب في قاعده الشنطه. ويعني حبذا لو دعمت كمان قماشه زياده في القاعده دي قبل ما احطها هنا، هتكون الشنطه هارده قوي. الجوانب بقى يا حضرات بتاعه الشنطه، ودي ما رضيتش ان انا اعمل فيها اي حاجه من غيركم، فيلا بينا نشوف هتبقى ايه.
طبعا كده اتمنى ان انتوا تكونوا حفظتوا المقاسات، وما حفظتوهاش عيدوا تاني معايا الفيديو في الحتة دي، هتبقى المسائل مظبوطة قوي معاكم. شريحة بعرض 26 سنتي وارتفاع 34 سنتي. انا هخلي طبعا انا ممكن ان انا اعملها مدورة، ودي مرحلة بقى براحتك تعملي فيها اللي انت عايزاه، تعمليها مدورة، تعمليها يعني بأي شكل، تعمليها مربعة، انت وكيفك. تمام، في المرحلة دي براحتك خالص، انت بتعملي كل ده الأول، بعد كده بتختاري الشنطة بتاعتك تكون مدورة، مربعة، مستطيلة، يعني يكون بقى انت عايزاها ازاي، ولكن انا هعملها تكون شوية فيها حركات. فهسيب القعدة زي ما هي كده، وهروح على فوق هعملها شوية زي القبة كده. تمام، بس مش هعمل اكتر من ذلك، وعلى الحافة خالص كده عشان مهدرش. بالشكل ده بس، مفيش اي حاجة تاني. وهو الطريقة دي اعتمدتها، وادي السنتوفة الصغننة اللي طلعت. حبيتي تعمليها دائرية طبعا بتطبقي كده على اتنين، والاتنين بتطبقيهم اتنين تاني، وبتاخدي نص دايرة من هنا كده او ربع دايرة من الحافة من هنا لحد ما توصلي للجنب التاني، بتطلع معاكي دايرة بيرفكت. اوكي، ولكن طبعا الدايرة لازم تكون تبع لحجم الشنطة. حددتي دي بناء عن ايه؟ حددتي دي بناء على كل المراحل اللي انتوا شفتوها حاليا، وابتديت ان انا اجمعها بدبابيس كده عشوائي، وحددت المقاس، ورحت بعدين قص المستطيل اللي انتوا شفتوه، قصينا مع بعض زي ما انتوا شايفين الشكل ده. فيلا بينا بقى ناخد كل ده ونجمعه على المكنة، واعذروني لو الإضاءة مش هتكون كافية زي فوق. تمام، فيلا بينا.
بطانة بنفس المقاس وبنفس التفاصيل وكل الحاجات الجميلة دي هنركبها مع بعض. نقلب الشنطة على الجنب التاني. اول حاجة مضطرين نعملها ان احنا نعمل الشريطة دي، تمام؟ بتكون من عند الدراعات من فوق لحد الجزء بتاع القعدة من هنا من تحت، اللي هو بصوا اللي هو بصوا الحتة دي كلها كده لحد الحتة دي، تمام؟ عشان الشنطة لما تيجي تتشال من اليد ما تبقاش مكعبلة كده من هنا ومشدودة، تمام؟ ده بس يعني في حالة لو انتوا عملتوا الدراعات للنص، اليد بتاع الشنطة للنص زي ما انا عاملاها. يلا بقى بينا نركب البطانة. نقلب الشنطة. طبعا دي حطيتها عشان الحلقة دي، تمام؟ البطانة نفس مقاس الشنطة بالظبط، معمول كل حاجة بالتفاصيل، وعملت لها جيب هنا بسوستة، تمام؟ وجيب تاني من غير اي سوستة. اوكي يلا بينا. اول حاجة هعملها هو ان انا هركب دي، شايفينها اللي انا كنت سايباها دي بدايه، تمام؟ خيطها الاول كده. طبعا هفك شويه من الجوانب دي لان هما مش هيتلاقوا قوي يعني هنا كده، شايفين ده كده مهم قوي بصراحه. من الجانب التاني يا حضرات طبعا برضو نفس النظام من هنا كده. اوكي ترى زي ما انتم شايفين الشنطة كلها خلصت. طبعا عملت لها القواعد دي شفتوها اثناء وانا شغالة فيها، والقطعة بتاع القعدة ما كفتش فوصلتها، بس لازم طبعا التقفيل يكون زي ما انتم شايفين كده، عبارة عن خط خفيف مش باين، تمام؟ هنا انا بوظت شوية فاضطريت ان انا اطرز الجزء ده ورد وكده، لان رحت شقيت من هنا وده بوظ الشنطة، فعالجتها بالشريطة اللي هي محطوطة بالعرض دي، وعملت عليها وردات كده خفيفة. طبعا كل الحلقات والاكسسوار ده من الشنطة اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو. هنا طبعا ما عملتش حاجة لانه حطيت الجزء ده ورجعت على طول حطيت فوقيه الحلقة، حطيت فوقيه الشريطة فالحلقة ثبت، تمام؟ هنا دي حبال، طبعا شفت كل التفاصيل دي، تمام؟ جوانب شبه دائرية او بيضاوي لكن هي مش شكل محدد، تمام؟ شفتوها انتوا معايا برضو وانا بقصها. الدراعات طبعا مش فكرتي بس طلعت حلوة، اخويا قال لي عليها فعملتها بس طلعت جميلة. الله يخليك.
طبعا احتليت السوسته، سوسته جاكيت جينز بتاع اخويا، خدتها وحطيت لها سحاب من شنطه صيفتي كنت شارياها. في طبعا السوسته خدتها من جاكيت جينز بتاع اخويا، عملت البطانه بس البطانه تكون داخليه. الحركه اللي انا وريتها لكم دي اللي هي القطعه المحطوطه دي، هي بتغرم حوالي ربع متر قماش او اقل بحاجه بسيطه، بس هي بتخلي السوسته حره، تمام؟ لان انت بتحطي في قلبها السوسته، فالسوسته بتكون كلين كده من جوه ومن بره، تمام. الحته الصغننه اللي انت بتسيبيها وتثبتي فيها البطانه دي بتخلي البطانه في حته تانية، تمام اهو. فشكلها حلو قوي من جوه ومن بره، والجوانب بس هي دي كانت الخطأ اللي انا ارتكبته. يعني دي قطعه انا عملتها لوحدها برضو، وحطيتها حطيت تحتها جنس عشان يكون مدعم، فالطبقه هنا او القاعده هنا تكون سميكه مظبوطه كده وتكون متينه، فمهما هري في الشنطه الشنطه هتكون ايه كده. اوكي، تعالوا اوريكم البطانه. شايفين ده اللي انا كنت بكلمكم عنه، ان البطانه حره نازله لتحت، فمستحيل السوسته تشبط في البطانه. ده مهم بالنسبه لي بصراحه، لانه الشنطه بتكون مليانه فيها حاجات كتيره، البطانه جت لفوق شبطت السوسته فيها، الصداع ده انا في غنى عنه. اوكي، كمان في حاجه، شايفين البطانه سايبه الشنطه بكتير قوي، وبعدين تكون مرخيه كده احسن لي، لان انا لو حطيت حاجات كتير في الشنطه زنقت فيها البطانه من هنا ما تفتقش، ما يبقاش فيه هنا بقى ايه خروم كده بعد فتره تنسيل. القرف ده انا في غنى عنه، انا عاملاها هاند ميد عشان اتحكم في كل الاخطاء اللي انا بشوفها في الحاجات اللي هي بتاعه المصانع، تمام. الجوانب من هنا هي الحاجه الوحيده اللي لازقه من فوق، اوكي، بس ده مش مشكله لسبب بسيط، لان اخر حدود السوسته هي الحته اللي انا محددها للسوسته بالظبط، فالجوانب من هنا خلاص هي دارت كل حاجه، وكده كل حاجه بالنسبه لي بيرفكت. عملت طبعا جيب عادي وجيب هنا بسوسته، تمام. طبعا هي حته قماشه بتتوصل، حته قماشه بتتوصل وبحط فيها طبعا السوسته، يعني دي ما فيهاش اصلا اي شغلانه يعني. وبس يا اصدقاء، شنطتي خلصت. طبعا كنتوا عايزين تعرفوا هعمل ايه بقماش التوتي باج دي، تاني واحده. الاولانيه كانت البنطلون الجينز اللي عملناه، ودي شنطه عش النحل. طبعا اكيد اكيد شفتوها وشفتوا مراحل التطريز الجميله بتاعتها، وده قماش التوتي باج اللي اشتريناه السنه اللي فاتت. طبعا ينقص القماشه البيضه اللي كانت الملكه بتاع الموضوع، وبما انها الملكه لسه مش عارفه اعمل فيها ايه بصراحه، بس هما دول الشنط اللي انا اشتغلتها من قماش التوتي باج. حابه ان انتوا تشاركوني تجربتكم، عملتوا ايه من قماش التوتي باج الفتره اللي فاتت، او ناويين تعملوا ايه. طبعا مش حتما تشتري قماش وتعملي، ممكن تعملي من بنطلون جينز، وعملنا احلى شنطه زي ما انتوا شايفينها اهي. لو حابين تروحوا تشوفوها شوفوها. كده فيديو النهارده يكون خلص. لو عجبكم اللي احنا عملناه لايك سبسكرايب، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على الفيس والانستا لو حابين. مع السلامة، باي. روحوا شوفوا الصور.